على بركة الله السيد الإمام، نغدي جلي افتتاح نهار نغدي كيج العملية تسليم شوية من الكتب هي محضان دي مجموعة مدارس بني سيدي الجم دي المركز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنه سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. سيد المدير غاكش الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا السلام عليكم. نحن نعرفنا على هذه المؤسسة استقبال الحاج حماس الحسين جمعية جهوية لحماية البيئة والمال العام الناظور بجنيج المبادرة بشراكة وتمويل مع مجموعة المبادئ الألمانية يمينا مجموعة من الأدوات الدراسية والكذب كدفعة ثانية لأنه توقشنا نضج الدفعة الأولى يا مامليا ونعرك من نظمة الكلمة ونسمونا سبعين شكاري فرطاس وقارس جزاكم الله خيرا وجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. لكن يراود سيدا المجموعة النعمة بألمانيا تستخدم ويلس. شكرا جزيلا ونشكركم. السلام عليكم. نشكرك السيد المدير وراش كي تسمى تكثير مجهودك كي محضر المنطقة مرة. كاين غير الحاج حماد الإخوان عمر الجران الطفل العضو ديال الجمعية سي زكريا الجارودي نور الدين السقالي الحاج أحمد غاشن كلمة من غاسين ضروري يحظى كاين غير الإخوان عوض محمدي أغلى يعني سيس من مجلس الجماعة اللي سيدي الجبل نتشكر يدخل حضور الناس. واخا السي صمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا قبل كل شيء نتشكر كلمة ونتشكر حضور المرة نتشكر الأخت كريمة كاملة حضان داس المدير المجموعة المدارس بني سيدان المركز نتشكر أعضاء الجمعية يدي ذكر السي المدير نتشكر السي محمد النائب الرئيس الجماعة بني سيدان الجبال السي نور الدين السقالي الإمام المحترم حاج إدريس قحطاو ياك لاباس عقل خيس من العائلة. نفس الوقت نشكى ومثلنا فارس إذا انت من مجموعة نعمة لألمانيا نشكى الأخوات النس ربما نعمة وياش السي عبد الصمد يتقنش المجهود ونقرا لك الإقليم يكمل وجهك جمعة بني سيدة الجبل وها تقول الله بعد ما سام كان غدي في الأسابيع الماضية سكان غدي ساعة السماء غدي قسم التمية باش هذي كلف هذي صغر من يخصن التلاميذ الضعفاء الجن تابعين المجموعة قاسم الشابي المركز ربما بني سيدة المركز المونتو اللي سكا قاش ولا بسيعة شا وهذي ويتشا يبين غزي سجن حاجة الدروس مش بين ساعة جنها قيمة بين ساعة فكا اتصل بكيسك ومثلا فارس ديالي مليان اني خزاك المدير من يحسن هادي جماعة دي جنون دي جنونات جل جرد ميدا سي حسن
وسيقى السي سليم كان غدر جرد. المهم إسكيت 10,000 درهم مليون فرنك إذا يدي السك. وسيقى السي سليم اتفق نشنتان وحال المكتبة. المهم يقش شغل الناس نيوي داقش من دنيوي من دنيوي يكوستارانا 8,114.45 سنتيم يعني 811,445 سنتيم. بالنسبة ل 114,000 درهم يجيت هو الكتاب عندي وشي غاصغار 8,000 درهم يعني 8,000 درهم 10,000 درهم القيمة هي 2,000 درهم 2,000 درهم كان عاود السي محمد يا خلالة تبغى نسيو الترانسبور التلاميذ اللي كان غا الإعدادية رجع دار كذا فكرني غاس ربما غنغدي نشد التلاميذ معافى وغاسني زيرا خصم فكرة استبشر كهيبة من جمعية من مجموعة نعمة التلاميذ منيح وغاسني زيرا خصم ترانسبور لاخاطش 2,000 درهم السي محمد يا خصيت يحضرني وراه غاسل من سيغك اش حوال مليون فرانك دايدي السك سي فارس زي مجموعات نعمة يا ألمانيا ونشكالي غطاس نشكالي أخوات الناس نشكالي أخوات مرة كاين غي تساهمن كاين غي تساهمن وتجي الواد مورا مزوار كاين تساهمن وامي بلا إلا من يتساهمن وتجي غادي المدارس تامنا كي مهراج تامنا كي يوذن الحراج جاء في تدوم المساجد المساجد تامنا كي نروح تامنا كي نروح العيادة نفتوى لذا المسجد يعني إن قامس 300 مليون زين قال اللهم بارك مسجد نعوض مسجد حسن الحسني ديال المركز إن قامس سجل عدد غازي المساهمين المبادرة من كاع سكنا تقريبا 40 مليون فرانك سامي كاين غادي نعاود ونشكاي التصوير نشكاي الاستاذ وزعما قرص نجبه وتقبل الله منكم جلالي وحسن الحسن اما كان انا تشكر واش الحج مشينا يا غنينا غنسي نشكاري ثاني مره وزيتني قبل الله تعالى تبارك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كاين افضل يا خونا قش عمر رجع خصك تشد هذه الكلمه خويا سي عمر مرحبا بك قناه الدماري. شكرا اخويا سلموا لنا سلم بعدا من تكلاني تسنف اخويا عمر سلموا لنا سلم نشكره وقبل كل شيء السيد المدير السي سليم شكرا على الاستضافه والاخت استاذه كريمه وكذلك الاخوان مار عزي محمد يغنال عزي نور الدين الامام النار سي ادريس سي زكريا الثاني عزي احمد الصغير وعمر النجار المعروف يعني عمر العمراني والشكر الموصول لمجموعه نعمه امنين عزي احمد قور نسان زوار تساهمن ربما كاين غنبدا نشتين يعني تساهمنا كاين غنبدا قينا كاين هذيك واش شينا لا من اذا عاد عاود الا الخو من غنيني الحمد لله عزي احمد يقوم بالواجب الناس الصغير مع مجموعه الكتب الضفتين قانتين التوزيع المدرسه الوزرات خاصه المركز وانيتاتين هذه يجي المركز المغنيت يجي المدرسه المغنيت باكوريش مضوع اصلا الفرعيه تسمى الفرعيه اصلا مضوع باكور مضوع باكور غيستافدنا ان شاء الله التلاميذ مضوع باكور نقول انا غيستافدنا سجن مجموعه الكتب خاصه الضعفاء والسوار بوجوازيين اللي غادي اغلبيه ديال المنطقه مارا في عمر مارا بوعويزين مارا ضعفاء استفدنا زيت طاف ولكن هاي قديم الاباء يعني يجن فئه قليله سوا من ما واخا يجدنا المتيسر عليه دون انت والشكر الموصول لمجموعه نعمه الجمعيه
الجهويه لحمايه البيئه بقيت الضريه والحمايه البيئه والمال اسم ديس كيلومتر ديس كيلومتر غورنيك اثنين الحروف الله يجعل بارك ليه نشكرك ونشكر ولا الجمعيه الجهويه على تدخل مجهود نسائي تك نشكرك اخويا عمر الشركه الجمعيه باش كيضغط العروض الجمعيه ماشي تاع نشكرك والله يرضى وتبقى الدنيا هكا عمر يسمع لي ولا يخسر لي هذه شاركك في المدرسه يعني ضروري نشارك يعني نشي كمجموعه نتقيش نزمع مين زمع على اثنين وكذلك ان شاء الله الساعه الزاد نخدم مع كثار عندنا واش الحوايج نغير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الساعه انا ونيت وهذا ياخذ الشيء ودايتي ان شاء الله باذن الله ما يوفقنا الله تعالى قاشين السوار وهو ولكن يتقضى بيش البطل نخشن الحسين يتزد عليه فلا وني خصنا هذه كشام والو ذا يتتي غاسن بوركي ما نمروش تيغران باش تسنم التكلفه غاسن التص التكلفه اه ديس وانا ولكن ما رقينا شانسون ذا يتتي ان شاء الله وزنند شانسون ذا استفدني محضان استفد وانا تسجوارني غاسن ذاك الشيء وزغمين زين لان يا مان والو اما مش توارا واش المشروع يمغاوني تتبع لازم كيش انترفيو نغني واحد صفويا ان شاء الله اش واش كلمه من الاستاذ كريم ما خصنا نخرجوا الاستاذ كريم حراوي مرحبا بك السلام عليكم اخوان جميعا في حفظ زوجي جمع المدارس بسيده الجبال وعلى راسهم السيد الصغير مرحبا سي شرف سيد المدير يدوم يمشي الى امي عزم طواثات لحظه مره وتشكان جمعيه النعمه يسهل في المقدار زيغا استفدني حجان معوزين لمجموعة بانس مدرسة مجموعة بانس سيدان زيس باكور زيس فرعيا المضوع أبو القاسم الشابي أبو القاسم الشابي موسادا أبو القاسم الشابي تقول بابي تقول بابي لأنني استفدن وحسن لأنني تنجموعة المضوع لأنني تنجموعة المضوع يعني حاليا خصص مجموعة مركز باكور المضوع والله جزيهم نشكرش من الاستاذ كان شكرا بارك الله فيك الاستاذ كان شكرا من اخ محمد اغلى السي محمد اغلى مرحبا بك السي محمد اولا بسم الله الرحمن الرحيم تحيه للاخوه الجميع الحضور اولا خميس السور خميس الجماعي سيتاد باش تسنى الاخوان باش اصيب لنا وجهه كريمه وصافي لان كريمه انت النائبه الرابعه المجلس وبالتالي دابا المجلس إلا شو سيوضينا المجلس وضع حفزين اسم المجلس ماني ما قدينا أخويا محمد ماني ما قدتين في المنتخب الصيفة أنت القدر النائبة الرابعة وبالتالي ولا تثبت لا أخويا محمد مثل أنت في المصلحة العامة بعد كي محضان دون ذي تعجيب الغلحة أولا الأخ الصمد أمزوانش يجي الشكر يسيد نائب الإقليمي من يمن التعليم يكسيد المدير سليم أنه وش اسمه وفق على أساس أنه بشر فاقد الكتب ويجب الشكر للهيئه التعليم بصفه عامه يعني من هيئه التعليم من الجميع المجهود ولكن على اساس يعني المهم بذكرى التفاصيل الشكر الثاني غادي نقدم للسي احمد الصغير خدم جهودك ورئيس جمعيات الجهويه لحمايه البيئه لحمايه البيئه والمال العام اقشان احمد ابو وحتى مجموعة نعمة الأخ فارس ونجد واتصل كذا بعد الأخ فارس إن شاء الله نشيط كذا مجموعة الأخوات نشيطات ويعني من شان الإخوان اللي تنور يعني من ما قيل فوز السن مشار شي المبادرة يتقن بالنسبة للتلاميذ مش مبادرة المستوى ولكن شضع الرجال كمينة قوسي من أول المؤسسية مجموعة مدارس بزيادة الشهور هو أنه يخسر مغدانيتات حقيقة يخص جمعية الآباء أتيري ديال الواقع على نيتات باش تكاتخدم لأن الجمعية هي ليس الطس الجد والوني وقع ليس الطس مويلات وبالتالي خص الشركية تسيدر خصها أنا نتكلم على كسيد المدير لأن المدير كنا لي الدور مش محدود مثلا الجمعية ولكن الشيء خصنا كان تخيلنا بشي ولا من غدا سنة المعاون ده لأن مثلا النهار من الشهر سنة مثلا الجالية تخصو كاس معاني وبالأخص خمية سنة الجمعية وخمية سنة ولا ندي مزداقين نديرين ديال الجمعية وبالتالي خصنا ديك الحاجة اللي نقاش ماشي ضروري الحومة غاش الإب اللي غدا الأب اللي غدا شال التلميذ دانيتات خصنا تغدا زاد التلميذ تنتمي غير الجمعية العكس ونتاتج نعاد بين قوسين الشيء اللي تنسيس من مجلس الجماعي
نتحسن تما عجبان المبادره هذيك من الاخوان يعني لا مجموعه النيمانات الجمعيه داك السيد المدير ان شاء الله داير لجنه التنسيق لان شي جماعه باش تخدم بالطريقه شي خسران نخدم ديال الجماعه تكمل وزعما شي طرحه جوج مؤسسات جوج مؤسسات وبالتالي نتمنى ان شاء الله التوفيق وفي المناسبه تشكل جماعه انوزار التدريب جماعه انوزار التدريب تخدم جد خدمه شكرا اخ نور الدين الاخ نور الدين هذا يتوقع بالبركه ديالي امين الناس فهمنا هنا انا خاطر السيد تعرض شويه للمشاكل اللي سيما هذا يعني ولكن راه غادي يخدم لكم واحد المزيان صالح المعركه السوار مع السنه تاع العيد السنه داك الشيء كاين وصافي ولكن المعقول يتغي ما يجمعهاش المغرب كنيو مرح نتشكر كنيو شكرا للسماح السيد الكريم كنيو الكوميتا السيد شرف بارك الله فيك السيد الامام ولا السيد ريسا وخصكم انتم ولا الدرس تدعموا سي محمد باش نحشوا تشوفوا التدريب نتمنى التوفيق ان شاء الله جزاك الله خيرا السي محمد شكرا السي نور الدين مرحبا بك نعم السلام عليكم بعد ما الحضور بعد شكرا نشكر السيد المدير والاستاذ كريمة والاستاذ شرف خويا حمد ممكن كنا معك عام كذلك السيد ايمان ادريس السي محمد السي عبد السلام كريم جارودي شكرا استاذ عمر العمراني والسي الحاج احمد الصغير نشكرك اليوم يعني المبادره اللي خدات الدم اولا نشكر السي فارس اللي تيقوم بالمبادره مجموعه اللي عندها بطني حفظ الله تعالى نشين تتالك اسمي تسمى وزن حفظ الله تعالى وزن حفظ ربي الأهل نسمى الطر ونسل أمين وسي فارس وجدي جمان تتكي كين غير مبادرة قيت كين غزة بعدها وزن حفظ الله تعالى ربدا وإيت فكان تدي أولا اللي طار ونقريب بمسيدان ماريا وتحية سيداتي وتحية يوزن يرسل من مدن داخل الوطن وخارج الوطن نشينا مو يخصدك فوز فوز يعني ما تعود يجمون غريد أنا ويا غزة إن شاء الله تعالى وشكرا والسلام عليكم. نشكر شتى السي نور الدين السقلي بارك الله فيك سي عبد الصمد على الاضافه. خويا زكريا راه مشى لينا باش كلمه تشكر حضور مع راه كان يحضر عندنا تاع المدير المؤسسه الاخوان المول خارجي الجند الجمعيه دوني تاع النقطه اللي نسير خاص خويا زكريا خاصنا مجموعه البني سيدان جتا زي ما جات قناه راح تدخل مع بعض. صحيح. ليش؟ باقش الجمعيه مثلا تعجز باش تسمى ما توفى قناه هي ما احسن عارف. ولكن جمعيه المجتمع المدني خصها تجتهد هذو الدراري محضرين سكن المواكبه قواتي كنتو وزني خصنوا قاضي الملابس الرياضيه خصها تروح على استجماميه على المناطق يدير باش لانني باش نستمر حتى في التوين شويه النقاط يعني ندير المعنويات المعنويات صحيح عاود نشكر مجلس الجماعه البني سيدي الجبري دائما يعزم بريدي قارج وني خصنا ندير سيدي يخدم شي حاجه نظم المجال مفتوح نشكى عوض يعني مجموعه لي انا اللي ساهمين يعني غير كاينين التنسيق المشترك كاين الجمعيه الجهويه لحمايه البيئه والملعب باش هذا نوفر للتلاميذ مجموعه مدارس بني سيدي الجبل يعني الادوات الكتب المدرسيه الدفاتير خويا زكريا باش نذكر الاخوان بان مجموعه لي انا ثاني تصرف ثاني هذه مجموعه مدارس بني سيدي الجبل 12000 درهم يعني مليون و200 اللي مجلس قال 12000 درهم مليون و200 يعني ما ركزتيش مغير فين درهم تروح غامض تصفى على ترانسبور دك 10000 درهم لا هاك الغلط اه باش نعرف درهم كزيس 2000 درهم تقريبا 8000 درهم لا شوف من زين هاد اليوم صغير ديج جزء نهار اليوم الحاج احمد سوى 2000 درهم ايه باش الدفعه الاولى 10000 درهم يصرف مجموعه اللي عندها بلا نصرف 6000 درهم لا يجنا ب 1000 درهم صافي كي مجلس قاندي مجموعه التلاميذ مجموعه مدارس ابو القاسم الشديد يجنا 3000 درهم نصرفيت التلاميذ نتقي الشيدي مع الحوض يعني مازال على اساس شويه الادوات ولكن يقوا مجلس قاندي نضبط قسم التقييم وما راه مجلس ونشكاري من جديد وشكرا للجميع مراش كبو يا زكريا خاطر تجي الكلمه مرحبا شكرك اخويا عبد الصمد ونشكر الاخوان مراخ المداخلات تيكين ودخلت في المستوى ومجموعه نعمه يعني ليست المره الاولى ولا الاخيره غادي تغنشكان تبدات بالذكي نظنيتها خصوصا ديال المنطقه البني سيدان بدات تيك الحضور والشكر موصول للسيد فارس المانيا ذي المجموعه المحسنات كي سيخدمن ذي المجموعه يوم قال مجموعه نعمه وقبل الختام
هذا غير ختم السي ادريس. لا هذا جميل اضافه السي المدير واحد اذا ما اشتغلوا من غير كيفات باش نطوروا من الخو عديد ثاني تنتج الجزء الثاني من الهبه اذا قدم يعني تنسيق مشترك مجموعه الهبه تواز باش نرد الجزء الاول نهار ليتي ولكن كنا مشغولين على الشحن ديال الخو عديد باش وقيت شاركوا تبني وين نغدو في الثانيه اللي ميتين الحليب كتاب الحليب كيف كيف نسمع واه ما تشكاري حتى انت لانه يساهم كاين إذا اللائحة الثانية الجزء الثاني من دايس ليس الكتب اللغة العربية المستوى الأول العدد خمسة ليس ثمن الوحدة يعني يجب كتاب يقال فوق 480 14 درهم و80 المجموع التوتال هو 74 درهم وين نظلموا الرياضيات المستوى الأول أيضا العدد ثمانية ثمن المجن هو 10 درهم و60 توتال 84 درهم نشاط العلمي المستوى الاول العدد ناش سيد المدير ممكن تصور التكذيب باش تقول لي مجموعه نعمه دنيان غنشي النحضاضه نيتا يعني خصنا نعاود هذا شد لي فيديو باش نروح روح سن بلي انه 8 روح وسيدي الفوس امينه وصرفت على التلاميذ روح طوارئ على ليش فرانك موري نشاط العلمي 11 العدد 11 والثمن يجي 7 درهم و40 توتال 81 46 81 40 النشاط العلمي المستوى الثاني العدد 10 ثمن الكتاب 10 درهم 55 المجموع 150 درهم و50 التربية الفنية المستوى التالي العدد 10 ثمن الكتاب هو 10 درهم و40 والمجموع 104 درهم الرياضيات المستوى التالي العدد 10 ثمن الكتاب هو 13 درهم و45 والمجموع 134 درهم و50 التربية الإسلامية المستوى الثاني العدد 10 ثمن الكتاب هو 11 درهم والمجموع 111 درهم كاين لو شومان ديال لتر يعني الفرنسيه ديال المستوى الثاني العدد 15 ثمن الكتاب تاع درهم و50 المجموع 142 درهم و50 التربيه الفنيه المستوى الثالث العدد 2 وثمن الكتاب هو 10 درهم و15 المجموع 20 درهم و30 المفيد في اللغه العربيه المستوى الثالث العدد 7 ثمن الكتاب هو 23 درهم و05 ومجموع المجموع ديال الثمن المؤدى عنه هو 161 درهم فاصله 35 كاين النشاط العلمي المستوى الثالث عدد الكتب اللي خديناه هو 7 كتب ثمن الكتاب 11 درهم 05 والمجموع 77 درهم 35 الرياضيات المستوى الثالث عدد الكتب 7 ثمن الكتاب 14 درهم مجموع الثمن المؤدى عنها هو 98 درهم لوازيس ديمو يعني الفرنسيه ديال المستوى الثالث العدد الكتب 9 ثمن الكتاب 19 درهم 95 والمجموع 179 درهم فاصله 55 النشاط العلمي المستوى الرابع عدد الكتب 3 ثمن الكتاب 10 درهم و55 المجموع 31 65 يعني 31 درهم فاصله 65 التربيه الفنيه المستوى الرابع عدد الكتب 7 ثمن الكتاب 10 درهم 40 والمجموع 72 درهم 80 فاصله 80 الرياضيات المستوى الرابع عدد الكتب وكتاب واحد ثمن هو 12 درهم فاصله 60 والمجموع هو 12 درهم فاصله 60 كاين اللغه العربيه المستوى الرابع عدد الكتب 5 ثمن الكتاب 23 درهم فاصله 50 المجموع 117 درهم فاصله 50 الاجتماعيات المستوى الخامس 7 الكتب ثمن الكتاب 16 درهم فاصله 80 والمجموع 117 فاصله 60 كاين التربيه الفنيه المستوى الخامس عدد الكتب 5 ثمن الكتاب 15 درهم فاصله 15 والتوتال هو 75 درهم فاصله 75 الرياضيات المستوى الخامس عدد 4 ثمن الكتاب 15 درهم فاصلة 10 والمجموع هو 60 درهم فاصلة 40 اللغة العربية المستوى الخامس عدد الكتب 15 ثمن الكتاب 24 درهم فاصلة 70 والمجموع 370 درهم فاصلة 50 التربية الإسلامية مستوى الخامس عدد الكتب 8 ثمن الكتاب 9 درهم فاصلة 60 والمجموع 76 فاصلة 80 كاين النشاط العلمي المستوى الخامس عدد الكتب 9 وثمن الكتاب 11 درهم 05 والمجموع 99 درهم فاصلة 45 الفرنسية المستوى الخامس عدد الكتب 3 ثمن الكتاب 21 فاصلة 50 64 والمجموع هو 64 فاصلة 50 النشاط العلمي المستوى السادس عدد الكتب 2 ثمن الكتاب 10 درهم فاصلة 60 المجموع هو 21 درهم فاصلة 20 الرياضيات المستوى السادس كتابان ثمن الكتاب 14 درهم فاصلة 30 والمجموع 28.60
التربية الفنية المستوى السادس، عدد الكتب 6، ثمن الكتاب 16 درهم، المجموع 96. الاجتماعية المستوى السادس كتاب واحد، ثمن هو 18.50 درهم، يعني 18.50 درهم هو المجموع. زيد سيدي الاجتماعيات قلناها. اللغة العربية المستوى السادس أيضا، عدد كتب 3، ثمن الكتاب 25.20 درهم، المجموع 75.60. فرنسية المستوى السادس، عدد الكتب اللي جاتنا هي كتاب واحد، ثمن ديالو 21.80، والمجموع هو 21.80 درهم. كاين أوراق ديال الاستنساخ اللي كيحتاجوها التلاميذ في الفوتوكوبي في الفروض، توريق النهش مدارين، توريق النهش مدارين الفوتوكوبي. ثانيا يوينا نغدا سيدي العدد ديوين 40، كل شيء نقى 42 درهم، يعني غران شويتين غران. ولأنه نقى الحساب نيو رئيس نتاع الحاج أحمد نتاع راس الحساب العالمي يكمل، مثل ماشي جم الدوران اللي غيجي الامتحان، يعني الامتحانات العالمي يكمل. غنغ الامتحان ديال الامتحانات ديال الدورة الأولى، غنخذ الامتحانات ديال الدورة الثانية، أكل مجموعة من التلاميذ اللي غنغدي المجموعة تكمل، وفي الحساب غادي يسالوا نت غادي يسالوا إن شاء الله. يعني حنا 40 كخا، ثمن كل شتم، كل شتم دايس 500 ورقة، دايس كل شتم جاي 1200، أقل ثمن السوق في النهار ونضرب 6000 المجموع النصف هو 1680 درهم، 168000. وأخيرا تبليات الوزرة التلاميذ اللي ويد 53 وزرة موزعة بين التنية وين وين شوية تسمون شوية العدد التنية الموزعة بين الوزرة حراما تليت حرام نحرام يمسد لنا الأسرار نحرام يمسد على حساب عرض الأعمار 10-12 على حساب حساب السن يشتم في 70 درهم 7000 فرنك، المجموع هو 3710 درهم 371 353 المجموع المار من دار ديوين دار ديوسي هو 8114 درهم 145 ماشي القرص من 100 111 ألف و 145 سم أورو 111 أورو و 145 سنت. السيد حبيب جزاه الله خيرا حسب لينا غير 8000 درهم، يعني يكسو 114 10 أورو 140 ذواب الهيبات تسمى الجزء الثاني من الهيبات ثاني تال يتسمى زي استحباب سي عصامات مهندس السيد المدير خمينا ما شتغ فاكتورة الجزء الأول يعني نهار ميزيون يقيم غانا غنشين ميزيون هاني نشني صارفا لو يتدينش صافي وني انت ما جدوا فاكتورة اني غجدوا غي تسمى دقيق صافي شكرا صافي دنياني تماما سي عصامات وني الجزء الأول قد توقف فيه فقط وقسم محضر بيس لذا وني انتو غذا يستوريخين يعني ميزي سريق نهانا ومي تنس غانش تنور الديني غرانت شوي تسارح اثنيني كافر معلش خويا نغى الكتب أقش خلينا غا السيد المدير هنا الكتب أقش مارس أفهم اللي يقول الكتب نين قد يهد التربيض بيها واه يس حتى التربيض أقش خلينا ونفاقين تصدوبة وقد نسبيين بوم يمحضان داني في معلش هو النمر 10 ما قال نمر 10 10 12 الدنيا ماشي مشكل دي كيف كيف المهم نمشي نسيو الرساله واه عندهم دي محضان كسيد الله قدني تا تظن المصلحه العامه واخا يعضوا دو هاد منديش غيني المهم على اي نستعملوا شويه الوقت ذا استشاره الدين شي كلمه استشاره الدين يعني غير نجي كلمه مجموعه استشاره الدين باسم هيئه التدريس مرحبا سي شرف الجمعيه الجهويه لحمايه البيئه والمال العام باقليم النظور بشراكه مع مجموعه المعمار الطالبانيه وهي الممولة هذه المجموعه هذه الطالبانيه هي الممولة سواء الجزء الاول من الهبه او حتى الجزء الثاني هذا اللي توصلنا به. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على مولانا رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. اذا نشكر الله عز وجل هذا الاخوه اللي ساهموا سواء في المانيا ولا هنا في الداخل وهذه المبادره المحمومه هذه المبادره اللي هي محتاجين لها خصوصا في المنطقه اللي هي منطقه قرويه
ومجموعة من التلاميذ اللي هما من ذوي الأسر المعوزة المحتاجين، وهذا يظهر من خلال الهيئة ديالهم ولا من خلال المهن نتاع الآباء ديالهم. إذا جات فوقتها ونشيد شكر كذلك موصول السيد المدير والإخوة كاملين الحاضرين هنا على هذا المساهمة ديالهم، وهو في ميزان حسناتكم. فمن سهل لمتعلمين وعانه عن علم فأجره موصول له عز وجل، موصول له بإذنه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع أجله إلى ثلاث، ومنها علم ينتفع به. وهذا الإخوة ساهموا في هذا العلم وتعليم هذا الناشئة العلم الحسن، فبإذن الله عز وجل حتى هما أجر موصول لهم وللآباء ديالهم بإذن سبحانه وتعالى. إشادة فقط أننا في المؤسسة منذ تقريبا 3 سنوات كنا بدينا بواحد المشروع وتوقف، ثم حينها منذ 3 سنوات وهو داخل في مشروع المؤسسة من أجل تلميذ منتج، من أجل تلميذ منتج. هذا العمل يتوزع على مجموعة من الأنشطة اللي كتقوم بها المؤسسة، منها مثلا في رمضان حفظ وتجويد القرآن الكريم، ولا من الأنشطة الأخرى خلال السنة كاملة. وهذه الأنشطة كما هو معلوم أنها تحتاج إلى جوائز تشجيعية للتلاميذ، وهذا العمل إلى ما لقينا شي شركاء مع المؤسسة فإن هذا العمل يعني كيضعف وكيكون ناقص، ولكن كلما كانوا مساهمين كلما كانت الجمعية وازنة ومشتغلة في أنفسنا في ديال المجتمع المدني فهذا محمود ومطلوب ونشجعه. إذا نيابة عن جميع الأساتذة العامين في المؤسسة نشكر كل من ساهم في هذا العمل النبيل، والله عز وجل ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد أسامة، بارك الله فيك. كلمة تنكرتك سيد الإمام جنة. كلمة تنكرتك سيد الإمام مرخصة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر السيد مدير مجموعة مدارس بني سيدان والآنسة كريمة والأستاذ أيضا، وحقيقة هذه هي مفخرة أدير تريديشة المؤسسات النقلية تريدي وذنبيينا حباش تسكي على نجم الجيل المليح الشيء المفارح من نظر شن المؤسسات الشيء المذنبي إليه مثلا تقوم نسيج العالم المليح. وكذلك أشكر طاقم المسوق وأشكر الفاعلين الجمعوي السيد زكريا الجارودي عمر العمران والسيد الحاج أحمد الصغير، أشكرهم جميعا. ثم إن هذه المبادرة وأنت تجي محمدي أغلى لما كذلك وأنت تجي نور الدين السقالي اش كاري دروغ زوارو ان اشتقم المسوّل ثم ان هذه المبادرة ان دلت على شيء فانما تدل على تعظيم العلم، والأمة اذا عظمت العلم عظمها. الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. شوف الله تبارك وتعالى يقدم الذين امنوا ثم عطف عليهم اولو العلم. الذين آمنوا هم الذين يقومون بهذه المبادرة، ديني وبقى آمنوا ماشي آمنوا قفلت صيادة، لا آمنا هذه وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وش ما لم يؤمن غنوش الأولوية النغمة إخسما يتخلق الأولوية النغمة بالمدارس قادي نغضها الأمة مرة الأمة سمح ذي المدارس سمح ذي المعلمين سمح ذي الأيمة هو الوالو إخواني. إذن شنا نشكارينا شقمتها في شن المجموع شن المؤسسة المدرسة دي شن يوذان دي سبحانا يتعجب الغرحان شقمت سنزيد مسجد قاند القرآن يتعجب الحال بزاف هذا ذي المؤسسة وذاوه المعلم والخصة وخاق يكمل الحصة النص هذا يكشي يجي 5 مليون القرآن وخاق يكمل الحصة النص لأن 5 مليون النية تشي مليح. ولهذا نشكى جميع المبادرين يقومون سأعمالا اللهم تقبلهم عملهم آمين. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناته آمين. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناته آمين. اللهم احفظهم
في أنفسهم وفي أهليهم آمين. وفي أموالهم آمين. وفي جميع حركاتهم وسكناتهم. آمين. نطلب الله تبارك وتعالى أي أن يكثر من أمثال هؤلاء آمين. هؤلاء الذين يقومون بهذه المبادرات أنت الله تبارك وتعالى أثني كثار الطرس ولذلك باش تقوم بهذه المبادرة وكذلك نطلب من الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا آمين. وأن يحفظنا أساتذتنا ومديرنا وجميع أن يحفظهم الله تبارك وتعالى وأن يرزقه الرزق الحسن وأن يوسع عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا.